بونجور مشاهدي شهواة لو 360، معكم مصطفى مصلي مازاغون بيتش ريزورت. اليوم كنقدم لكم وصفه ديال لي سوبريم فارسي او فور غراتيني او فروماج. لتحضير هذه الوصفه غادي نحتاجو كل من صدر ديال الدجاج، بطاطا، سيترون كونفي، حمض مصير، شامبينيون دو باري، بصله، صدر ديال البقري فومي، ربيع، موطارد، نوع ديال الفرماج اللي حبات خاطركم. معنا اليوم جوج انواع ديال الفرماج شيدار، ويل دوليف، زبده، طوماط، سوريز، بوفر بلون، بوفر نوار، ملحه، فوي دو لوري، ورقه سيدنا موسى، اي رومارا اليزير. دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير الطبق ديالنا. غادي ناخذو اون بوا اللي تكون ان بيتي بو شوفي. غادي نبداو بالبصل، ان بيتي بو دويل، كنحاولو نخليو شويه البصله طيح طياب، ابخي كنزيدو شامبينيون، هاد المكونات كلها كتكون متوفره في السوق، دونك سي فاسيل باش اننا نقدروا ناخذوهم. خصنا نحركو مره مره سينو غادا تلصق لينا هاد الشيء هذا. ملي كيقرب يطيب كنحاولوا نديروا واحد شويه ان تي بو دو بيرسيل. ندوزو دابا لطريقه الحشو. ناخذوا الدجاج ديالنا نفتحوه من النص بالطريقه هذه، كيف ما كتشوفوا هكا. من بعد ما كملنا الحشو ديال الدجاج ديالنا، دابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لي بوم دو تيغ، البطاطا ديالنا. غادي نوريكم كيفاش نقدروا نمارينيوها ونطيبوها في الفران وشاربو. عندنا دي زغومات اللي يقدروا يعطيو واحد النكهه زوينه لهاد البطاطا هادي، دونك نقدروا نوضعوهم هكا ومن بعد نديروها في الفور باش تكمل الطياب ديالها. دونك نطيبوا لا بوم دو تيغ ديالنا. بالنسبه لنا البطاطا ديالنا وجدات، البولي ديالنا وجد، دونك البطاطا خدات لنا تقريبا شي ساعه وربع ديال الطياب هكذاك، دونك كنستشفوها في اي بلاك عندنا في الدار على هذه الطريقه هذه. عندنا لي سوبريم ديال الدجاج، غادي نوريكم الطريقه ديال التقطيع ديالو وديال المونتاج ديال هذا البلاك. دونك غادي نقطعوا الدجاج بهذه الطريقه هذه. من بعد كنديروا الفرماج ديالنا ويحاول تكون بيدينا احسن باش نحاولوا نفرقوا على جميع انواع. من بعد غادي نمشيو للفور ديالنا ونكملوا الكراتيناج ديال البلا ديالنا.
الطبق ديالنا هو واجد، كنتمنى يعجبكم. بالصحة والراحة.